السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معايا النهارده في تجربه جديده من تجاربي في امريكا. كنت قلت لكم في الفيديو بتاع مشتريتي من ايكيا على الفانوس اللي جبته بتاع ايكيا، الفانوس المشهور بتاع ايكيا، وقلت لكم ان انا جبت زينه بتكلفه الحمد لله كويسه مش غاليه، وهنوريكم دلوقتي الزينه دي وهعلقها معاكم عشان خاطر لو حد حابب يجيبها يلحق يجيبها قبل رمضان ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين جميعا. طبعا الفانوس احنا كنا اتعرفنا عليه وقلت لكم الفانوس ده ب$4 من عند ايكيا، سواء كان هتجيبوه اونلاين او هتجيبوه من الستور. وكنت قلت لكم في الفيديو اللي فات ان في اختيارات كتيره جدا ممكن احطها جواه عشان ننوره، في اللي هي دي اللي بالكهرباء اهم اتنين مع بعض من دولار تري بدولار، يعني زي ما انتم شايفين مكتوب ان هو بتشتغل 240 ساعه، يعني اهو ده هيبقى شكله. طبعا عشان منوره النور الاضاءه بتاعتها مش باينه، لكن لما بتبقى مطفيه النور بيبان. وفي طبعا ده طبعا الاختيار الامان عشان لو الولاد هيلعبوا بيه. في الاختيار الثاني اللي هو الشمع اللي هو الدوائر اللي زي كده، وطبعا في منه اختيارات كتيره، في منه بريحه وفي منه اللي هو الابيض العادي ده، فعلى حسب ما انتوا تحبوا. وبرده هتولع كده وهتتحط في النص برده، على حسب ما انتوا هتستخدموا الفانوس ازاي. تمام، انا خليني في دي دلوقتي. خلاص ده بالنسبه للفانوس زي ما قلنا ب$4، ودولار اللي هي اللمبه دي، وبكده $5. عندي هنا بقى ده لمبات على شكل نجوم بتتباع على امازون. عندي ده، النجوم دي عبارة عن 100 نجمة، 10 فيت، 10 فيت يعني 3 متر، وطبعا لمبة LED وشغالة بطريقتين. دي احلى حاجة فيها ان هي شغالة بطريقتين، عشان لو مش حابين تشغلوها بالباتريز وتصرفوا باتريز عليها هي هتشتغل اهو واصلة بتاعت الشاحن عادي، هتحطيها في اي شاحن عندك هتشتغل على طول. تمام، وفي طبعا الاوبشن الثاني انها شغاله بالباتريز اهي، 3 باتريز اهي. هفردها بس قدامكم وبعدين هشغلها واوريها لكم اهي. اهو هيبقى كده المسافه ما بين النجمه والثانيه اهي. هحط دلوقتي الحجاره بس معاكم الاول هوريها لكم وهي شغاله، وبعد كده نبقى نعلقها مع بعض. دي الحجاره عندي اللي هي اللي بتتشحن، كنا شفناها في الفيديو بتاع الحجره اللي بتتشحن والشحن بتاعها، اللي مشافش الفيديو يقدر يروح يشوفه على القناه. هحط 3 كده، وادي الباب اهو. فهلاقي عندي هنا في زرار اون واوف اهي، ده شكلها لما بتنور. الفرع ده زي ما قلت لكم 3 متر، عامل تقريبا $5 أو $6. انا هسيب لكم برده اللينكات كلها علشان لو حد حابب يشتريها من على امازون، وموجود متوفر يعني مش بيجي من الصين، عادي موجود هنا في امريكا، بياخد عادي يومين وبيوصل على طول. تمام، هقفله دلوقتي ونشوف ايه الحاجه اللي بعد كده. اللي بعد كده عندي هو زي مفرش او ستاره، يعني ممكن تستخدموه كذا حاجه، ممكن يستخدم كمفرش لو ترابيزه صغيره، وممكن يستخدم كستاره يتعلق اهو عليه كل الشخصيات بتاعت رمضان، بوجي وطمطم وبكار هنا، وفي هنا بقى كلمة رمضان كريم اهو. هو طبعا طويل، طوله 1.5 متر تقريبا كان. ده المفرش ده كنت جايباه من على جروب من على الفيسبوك، بالستارة دي كنت جايباها ب$5. تمام، الجروب دي عجبتني الصراحة، اسعارها حلوة جدا ممتازة، مش غالية بالنسبة لأسعار تانية كتير شفتها عالية جدا، لأن احنا طبعا مش هينفع عشان نقدر نجيب حاجة واحدة بس، احنا بنحتاج كذا حاجة عشان نزين كذا مكان. اللي بعد كده ده مفرش ينفع للترابيزة الصغيرة، خامته حلوة جدا وتقيلة برضو. ده مكتوب عليه رمضان كريم فانوس، ده الشكل اللي لقيته، كان فيش أشكال تانية بس هو ده الشكل اللي لقيته، عجبني خامته حلوة، و وكمان الرسمة اللي فيه جميلة جدا ولونه هادي جدا ولايق مع الألوانات اللي عندي. المفرش ده برضو ب$5، بس زي ما قلتلكم هو مفرش صغير. آخر حاجة بقى أنا اشتريتها برضو من على الجروب بتاعة الفيسبوك، الزينة دي برضو تقريبا كانت 5 متر أو 3 متر مش فاكرة بالظبط، كانت هي الزينة بتاعة الخيامية، كانت برضو بنفس السعر ب$5، 5 متر تقريبا. دول كلهم الثلاثة دول اللي هو ده والستارة والمفرش، الثلاثة دول جبتهم من على جروب من على الفيسبوك. هبدأ أعلق الحاجات دي معاكم وهوريكم الشكل النهائي هيبقى شكله ازاي. وطبعا علشان أعلق الحاجة دي لازم هحتاج ايه، هحتاج البوش بين اهو، العلبة بتاعت البوش بين بتاعتي هعلقها كده، هحاول أعملها بشكل لطيف وهوريكم شكلها في الآخر.
ادي عندي المفرش، انا حطيته كده في النص وحطيت الفانوس معاه. ما حبيتش ان انا اعلق الفانوس لاني الفانوس تقيل وكمان حديد فيه ده ازاز، فطبعا ممكن يقع يتكسر وهيعمل مشكلة. تمام، وادي اللمبة هدورها لكم وهو مطفية. ده الشكل النهائي بتاع المفرش مع الفانوس، والفانوس طالع نفس الفانوس اللي مرسوم جواه، فعشان كده شكله جميل قوي الصراحة. بعد كده هوريكم الستارة لما علقتها والزينة. اول حاجة عندي اللي هي زي الستارة دي اهي حجمها. عندي هنا الكنبتين فانا حطيتها في الوسط، وعندي شريط النور، يعني حسيت ان احلى مكان ليه هنا، هوريه لكم لما ينور. قسمته كده 3 قطع اهو، وخليت الزرار بتاع الاون والاوف يبقى قريب بالنسبه لي عشان اعرف اولع واطفي. طبعا دي الفيشه، لو حابين ان انتوا تشغلوه فيشه هينفع. طبعا هتجيبي وصله كده اللي هي بتبقى بدولار، هتحطيها في اقرب فيشه وهتشتغل. هنا ده اللي بينور، عندي نظام اللي هو ده اللي انا وريته لكم، وفي نظام تاني اللي هو دي تيجي كده في النص فبيقعد ينور ويطفي. طبعا هيبان اكتر في لما نطفي النور. اخر حاجه اللي هي الزينه بتاعه السقف اهي، انا علقتها بالشكل ده. هنا اهو علقتها اهو بالبوش بين، باين اهو معديه جوه الخيط نفسه. وعندي البوش بين بيستحمل، يعني مفيش مشكله خالص معاه، ما تخافوش منه. معلقه بحاجات اتقل من كده اهو، هنا برضو نفس الكلام، بس انا لقيت الخيطه الحبل هنا قصير شويه فمديته اهو. شايفين مش فين ماسك لي، يعني البرواز ده تقيل خشب ماسكه لي، حاطه له بس 2 وماسكه عادي، مفيش اي مشكله. ليه فتره يعني محطوط كده، فما تخافوش من البوش بين، بس اهم حاجه ما تيجوا تحطوه مايل كده لجوه. دي كده خلاص، كده كل الزينه بتاعتي، ودي الاجواء اللي انا حبيت اعملها استعدادا لرمضان. وده الشكل النهائي كله مع بعض. وادي عندي اهو الشكل النهائي، ادي الانوار بتاعتي، شايفين عامله ريفليكشن كده على الحيطه، النجوم شكلها جميل جدا. هو برضو هتلاقيه مش باين قوي عشان انا منوره الفلاش عشان تبقى الدنيا ضلمه. ادي النور جاي على الستاره دي، وادي الخياميه بتاعتي، وادي عندي المفرش والفانوس بتاع ايكيا اهو. الفانوس وهو منور، الاضاءه بتاعته حلوه برضو لطيفه، فكره اللمبه اللي هي بالكهرباء، مش شمعة حقيقية، يعني شمعة بكهرباء. دي كده الزينة بتاعتي النهاردة، وكل ده تقريبا تكلفة 20 دولار أو 25 دولار. واللي طبعا مش هيقدر يجيب الزينة دي، مش هيلحق أو مش هيلاقي أو مش متوفر أو أي سبب من الأسباب، هسيب لكم فيديو بتاع السنة اللي فاتت احنا عملنا الزينة في البيت وعلقناها، وجبنا النور زي كده وعملناه بأقل الإمكانيات وعملنا أجواء. يعني اعملوا الأجواء دي ما تقلقوش، مش لازم تكلفة ومش لازم مصاريف كتير، المهم الفرحة والمهم الاستعداد، ولازم نعرف ولادنا ولازم نحتفل برمضان. وأعدوا على الله عليكم بالخير يا رب، وتقبل صيامكم وقيامكم إن شاء الله. كل سنة وأنتم طيبين.